عشان كثيرة ونجومي الكبار نعبر لهم عن صدق مشاعرنا وعظيم تقديرنا والتحسين بوجودهم في مدينة فاس المكيافة التي تصبح دائما بفضل هذا المهرجان وبفضل وجودهم العاصمة الأولى للثقافة الأمازيغية في كل مناسبة. أيتها السيدات أيها السادة، إن من إيجابية هذا المهرجان كونه لم يحاول طيلة سنوات إعطائه حصى اهتمامات الثقافة الأمازيغية في مسألتي اللغة والهوية على أهميتهما، بل ارتقى بها إلى مستوى التحكيز على عمقها الإنساني وتفاعلها الحضاري وعبقريتها الفريدة وبعدها الإشعاعي. وخير دليل على ما نقول هو سلسلة المواضيع الهادفة التي تم انتقاؤها عن تبصر وبعد نظر في الدورات السابقة، وكذلك اختيار موفق لموضوع السنة هو الأمازيغية والأندلس. إن هذا الموضوع ينظر إلى الثقافة الأمازيغية في امتدادها الحضاري ويتتبع آثارها في محيطها الإنساني، ويعيد إلى الأذهان دورها في التفاعل بين ضفتي المتوسط وحركيتها في بناء جسور التواصل بين شعوبهم. موضوع يقيم دليل على أن العنصر الأمازيغي المغربي كان ولا يزال ميالا لطبعه إلى الانفتاح والحوار بعيدا عن أنظمة العزلة ومداخل الانغلاق. موضوع يذكر بشريط الأحداث التاريخية والمواقف البطولية التي تؤكد ليس فقط على أصالة الثقافة الأمازيغية المغربية وقدرتها على البقاء، ولكن أيضا على تفاعلها الإيجابي وقدرتها على العمل. أيتها السيدات والسادة، عندما اعتنق الأمازيغ الإسلام وآمنوا بتعاليمه السمح واقتنعوا بمبادئ السامي، كانوا هم أول من عملوا على نشر أنواره في المنطقة، وأول من غرسوا دوره المعطاء في فترة الأندلس، وأفضل من تعهدوا نمو شجرة الحضارة فيها إلى أن أصبحت شجرة وارثة البلاد أنعشت مسالمها أوروبا والعالم، وكانوا أشجع من دافع عنها أيام مهنتها، وأحزب من ردها إلى طريق الشيخ بذلا الفضل على الأندلس وعلى العالم الذي استفاد من حضارة وحدوث الأندلس. أيتها السيدات أيها السادة، لابد في هذه المناسبة من الإشارة إلى لحظة من اللحظات القوية التي تميز هذا المهرجان منذ تأسيسه، ألا وهي لحظة الاحتفال بالنساء والافتخار بالرجالات الذين أنجبهم وطننا الحبيب، وهي لحظة تجسد خلق الوفاء وفضيلة الاعتراف كقيم خالدة من قيم الثقافة الأمازيغية العريقة. وفي هذا الصدد لابد من الإشادة بالمنظمين على التفات الكلمة والاختيار الموفق المتجسد في تكريم السيدة سلمى حيزون كشخصية وطنية فذة تستحق كل التقدير والاحترام على ما أسسته ولا زالت تسديه من أعمال جليلة، وعلى ما في رصيدها من إعطاءات جمة ولا إسهاماتها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية، وعلى روحه المنفتحة والخلاقة وسيرته المجدة والمسؤولة والتي تجعل منه مثالا يحتذى ونموذجا يعتز به جيله ونعتز به وتقتدي به الأجيال الصاعدة. وفي الأخير أتمنى لأشغال المهرجان كامل النجاح وللسائرين عليه كامل التوفيق وللمشاركين فيه كل إفادة واستفادة وللذين تكبلوا على السفر مقاما طيبا في مدينتهم مدينة فاس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك السادة الرؤساء زملائي الأساتذة، لأن الأمر يتعلق بندوة لابد كذلك من الاحتفاء كل سنة بتشارك مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأمازيغية في سياق الذكرى لترسيم اللغة الأمازيغية. ترسيم اللغة الأمازيغية هذا حدث تاريخي الذي يمهد لإعداد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل
الرسمي للأمازيغية. وبهذه المناسبة يسرني أن أقول لكل تواضع أن يكون هذا المهرجان مناسبة لإبراز الأثر الإيجابي للإسهامات الأمازيغية عموما والحوار بين الثقافات بوجه خاص. En fait, je dois commencer par des excuses, donc c'est pas un bon. Coraggio di parlare in pubblico in inglese o francese. En fait, j'aurais le courage de parler en public.